اهلا بكم. في ناس كتير بتسالني عن امتحانات الاف ار سي اس، المفروض ان انا امشي في اي مسار، ايه المسار الاسهل وايه المسار الاسرع اللي ممكن امشي بيه وفي نفس الوقت يقدر يفيدني او الشهاده بتاعته تفيدني جوه مصر او بره مصر. انا عندي اكتر من مسار، عندي اف ار سي اس جلاسكو، عندي اف ار سي اس ادنبرا، وعندي كمان اف ار سي اوف اللي هو زماله لندن، وعندي كمان الاف اي سي او اللي هو زماله المجلس العالمي للعلوم. هبدا انا بالاف اي سي او، هبدا بامتحانات الاي سي او اللي هي المفروض انها هتكمل لي بعض الامتحانات او بعض الخطوات من الزمالات الثانيه. انا عندي في الاي سي او عندي الفيرست ستيب او اللي بيقول عليها فيرست اند سكند ستيب اللي هي خاصه بالفيجوال ساينسز والاوبتكس. هي دي كنا زمان بنعتبرها خطوه واحده، يعني اللي هي الفيجوال ساينسز والاوبتكس. فيجوال ساينسز دي المفروض انها خاصه بالاناتومي والفيسيولوجي والبايوكيمستري، جينيتكس، فارماكولوجي، باثولوجي، وكمان مايكروبيولوجي، ممكن كمان ابيديميولوجي وستاتستكس. ده بيبقى عليه يعني درجات قليله. ده الجزء الخاص بالفيجوال ساينسز. وطبعا الاوبتكس اللي هي الكلينيكال اوبتكس اللي انا هتكلم عنهم وهتكلم عن مصادر مذاكرتهم فيما بعد. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني بيبقى كلينيكال ساينسز، بيبقى عباره عن 200 سؤال، وال200 سؤال دول بيبقوا في البرانشز المختلفه للكلينيكال ساينسز، وبرده هتكلم عن الكتب الخاصه بيهم. خلينا اقول ان الخطوتين دول ممكن تمتحنهم بسهوله، ممكن تمتحنهم بسرعه، بمعنى ان انت ممكن تمتحنهم كلهم في نفس اليوم، الفيجوال ساينسز والكلينيكال اوبتكس والكلينيكال ساينسز، الثلاثه دول مع بعض ممكن تمتحنهم في نفس اليوم. وبعض الناس، وانا بفضل المدرسه دي او النموذج ده، ان انا بمتحن الفيجوال ساينسز والاوبتكس في يوم، وبعد كده الدور اللي جاي بمتحن الكلينيكال ساينسز، بحيث ابقى متحضر لكل حاجه بنفس القدر من التجهيز، يعني بنفس القدر من الاستعداد. في نفس الوقت كمان عشان الامتحان يبقى فادني باني ذاكرت ومستوايا بقى مرتفع في كل من الفيجوال ساينسز والاوبتكس وكمان الكلينيكال ساينسز. لكن متاح، انا عايز اقول ان هو متاح ان انت تمتحن الثلاثه مع بعض، الفيجوال ساينسز والاوبتكس والكلينيكال ساينسز. دي اول حاجه. في امتحان ثالث هو ما بقاش له قيمه قوي دلوقتي، اسمه ادفانسد اي سي او، بيبقى 115 جمله، بيبقى فيه مش كله ام سي كيو، بيبقى فيه جزء اي ام كيو عليه 40 درجه، وفي الجزء الباقي من الامتحان بيبقى عليه باقي الدرجات، ده بيبقى ام سي كيو. لكن خلينا اقول ان هو امتحان الادفانسد ده كان ليه قيمه زمان، بانه كان بيعادل او كانت الناس بتاخده عشان تاخد بيه ممبرشيب من جامعه ادنبرا او من كليه ادنبرا، لكن دلوقتي ما بقاش يعني الشراكه ما بين ادنبرا وما بين اي سي او تم فضها، فبالتالي ما بقاش فيه امتحان ادفانسد ليه قيمه قوي. لكن هو قيمته عشان الناس يبقى معاها فيلوشيب اوف ذا انترناشونال كونسل اوف اوفثالمولوجي، عندها زماله المجلس العالمي للعيون، دي القيمه الوحيده ليه. والحقيقه انا شايف ان ده مش حاجه كبيره قوي، لان الزماله دي في حد ذاتها هي ما بتديش لايسنس في اي مكان في العالم. يعني انا لما بيبقى معايا فيلوشيب هي حاجه كويسه في السي في، لكن هي ما بتدينيش لايسنس في اي مكان. ده كده الجزء الخاص بالفيلوشيب اوف انترناشونال كونسل اوف اوفثالمولوجي او الاف اي سي او، او امتحانات الاي سي او كلها. ايه اهميه امتحانات الاي سي او؟ انا بستفيد بيها في ايه؟ بستفيد بيها في اني ممكن اعادل بيها فيرست اند سكند ستيب اوف جلاسكو. يعني انا لو معايا فيرست اي سي او اللي هو فيجوال ساينسز واوبتكس، ولو معايا كلينيكال ساينسز او كلينيكال اي سي او، ممكن ادخل مباشره على الامتحان الثالث الخاص بجلاسكو. ودي حاجه من ضمن الحاجات اللي هي تم تعديلها مؤخرا، يعني يمكن اخر مثلا 5-6 شهور الكلام ده ما كانش موجود، لكن دلوقتي بعد فيرست وسكند اي سي او انا بدخل على المرحله الثالثه او الخطوه الثالثه مباشره، اللي هي خطوه الاف ار سي اس الخاصه بجامعه جلاسكو. دي الاهميه الكبيره لامتحانات الاي سي او. الحاجه الثانيه، انا ممكن الفيرست ستيب اوف اي سي او بتعادل الفيرست ستيب في امتحان جلاسكو، فبالتالي ممكن ادخل بعد الفيرست ستيب من الاي سي او ممكن ادخل مباشره على امتحان السكند ستيب اوف جلاسكو اللي هو بيديني ممبرشيب لجامعه جلاسكو. اهميه الممبرشيب دي برده هتكلم عنها وانا بتكلم دلوقتي عن جامعه. هنيجي على الزماله الثانيه اللي هي زماله جامعه جلاسكو اللي انا بتكلم عنها دلوقتي. برده ثلاث خطوات، فيرست ستيب، سكند ستيب، ثيرد ستيب. فيرست ستيب شبه الاي سي او بالظبط، مفيش فيها اي اختلافات خالص، هو فيجوال ساينسز واوبتكس، نفس الموضوعات، نفس الكوريكولم، نفس كل حاجه. الناس حره تدخل اي سي او، تدخل فيلوشيب للرويال كوليدج اوف جلاسكو، نفس الكلام بالظبط، نفس المذاكره بالظبط. طيب الحاجه الثانيه او الخطوه الثانيه، خطوه الكلينيكال ساينسز او الخطوه اللي هي بقول عليها سكند ستيب اف ار سي اس جلاسكو. سكند ستيب اف ار سي اس جلاسكو المفروض انها بتبقى عباره عن ايه؟ برده نفس الامتحان، شبه امتحان الاي سي او الكلينيكال، بس عدد الاسئله اقل شويه لكن الزمن اقل كتير. بمعنى انت لو بتسالني ادخل امتحان سكند جلاسكو ولا ادخل امتحان سكند اي سي او، اقول لك والله هو في سكند جلاسكو هيديك ميزه ان انت لما تخلصه هتاخد ممبرشيب من جامعه جلاسكو، دي ليها ميزه كبيره. لو دخلت انت سكند اي سي او الامتحان اسهل شويه، او مش اسهل، هو الامتحان زمنه احسن كتير، الامتحان كمان مطروق، ممكن كمان يبقى فيه اسئله مكرره، فبالتالي انت بتبقى داخل الامتحان وفرص نجاحك كبيره اكبر شويه من فرص نجاحك في امتحان الاف ار سي اس اللي هو الاسئله اللي فيه مش مكرره قوي، وان كان برده السورسز بتاعتها معروفه، او يعني السورسز اللي هي ممكن تؤهلك للنجاح في الامتحان معروفه، الا انه برده هو امتحان مش مكرر، امتحان زمنه قليل جدا جدا. زمن كل سؤال تقريبا دقيقه، لان هو عباره عن 180 جمله، 180 جمله في 3 ساعات، فكل جمله المفروض انك بتحلها في دقيقه واحده بس. ممكن
تبقى الجملة طويلة جدا، ممكن تبقى كيس مثلا نص صفحة، فانت لازم تقرا الكيس دي عشان تقدر تجاوب صح. فطبعا ده يبقى عيب كبير مش عيب قليل في الامتحان. دي الحاجة التانية او الخطوة التانية. الخطوة التالتة اللي هي خطوة الفيلوشيب، الخطوة التالتة بقى خالص، الخطوة الأخيرة اللي بعدها انا باخد الشهادة الكبيرة اللي هي الـ FRCS. الخطوة التالتة دي المفروض انها بتبقى عبارة عن اوسكي وفايفا، بيبقى فيها لجنة بطنة يعني بتتسأل فيها بطنة، وبيبقى فيها لجان بقى انتير سيجمنت وبوستير سيجمنت، دي لجان الاوسكي هو بتعدي على حالات او بتبص على حالات. وطبعا دلوقتي الامتحان بقى متاح اونلاين، بالمناسبه امتحانات جلاسكو كلها دلوقتي متاحه اونلاين، اللي هو الفيرست والسكند والثيرد، بتمتحنها في بيتك. بدل ما بتبص على حالات بيوريك صور مثلا، او بيقول لك اعمل اكزامينيشن على عيان متطوع انت ممكن يبقى عندك، وهنتكلم عن ده يعني بشيء من التفصيل. لكن مبدئيا هو بيبقى امتحان اوسكي، بيبقى امتحان كمان فايفا او اورال، بتتسال فيه اسئله معينه. طبعا لازم تبقى ملم بالستاديز، ولازم تبقى ملم كمان بالجايد لاينز الجديده او الجايد لاينز بتاعت علاج اي حاجه، وده برضه هنتكلم عنه بشيء من التفصيل. لكن مبدئيا انا عندي في جلاسكو فيرست وسكند وثيرد ستيب. بعد السكند ستيب الخاصه بجلاسكو من حقك انك يبقى معاك الممبرشيب. الممبرشيب دي ليها ميزه كبيره جوه مصر، انك ممكن تلاقي بيها اخصائي، بره مصر برضه تعتبر شهاده معتد بيها او شهاده يعني معترف بيها. ممكن الشهاده دي ما تديكش في حد ذاتها لايسنس لانك انت تمارس المهنه كاخصائي او كاستشاري، لكن في حد ذاتها هي بتبقى شهاده معترف بيها. انت معاك ممبرشيب غير انه مش معاك ممبرشيب، ليها وزنها في السي في، ممكن كمان ترقي بيها اخصائي هنا في مصر وتفتح بها عياده. ده كده الجزء الخاص بجلاسكو. لو بتسالوني ادخل انا امتحان اي سي او ولا جلاسكو، هقول لك والله انت ممكن تدخل اي سي او اسهل، لكن جلاسكو المشكله فيه ان هو بيبقى امتحان طويل شويه، وممكن الاسئله اللي فيه ما تكونش مكرره قوي، يعني لازم تبقى مذاكر كويس. الحاجه اللي الثانيه الاي سي او لا تتطلب خبره، يعني ممكن يبقى معاك خبره سنه واحده بس وتدخل سكند اي سي او مباشره، ممكن تمتحن الثلاثه مع بعض امتحانات الاي سي او. لكن جلاسكو بتتطلب 5 سنين خبره، طبعا دي ممكن تبقى يعني عائق قدام الناس اللي هم لسه متخرجين وعايزين يخلصوا الزماله بتاعتهم بشكل سريع. ده كده الجزء الخاص بامتحان جلاسكو. امتحان ادنبرا بقى FRCS ادنبرا او ادنبرج، الحقيقه ده امتحان متوقف، واحنا لحد دلوقتي انا ما اقدرش اقول اي معلومات عنه، لانه امتحان هم وقفوه من حوالي 3 سنين، ولسه لحد دلوقتي هم بيقولوا ان هم هيرجعوه على سنه 2022، اعلنوا عن ده، لكن لم يتم الاعلان عن اي تفاصيل لاي امتحان لحد النهارده. فبالتالي انا مش هتكلم عن امتحان ادنبرا خالص غير لما يبقى فيه اعلان رسمي بالكرايتيريا الخاصه بالامتحان، او اذا كانوا هيرجعوها زي النظام القديم ممكن نتكلم عن النظام القديم، لكن دلوقتي الحقيقه الموضوع ممكن ما يكونش له لازمه قوي. نيجي بقى على المسار اللي هو ممكن ما يبقاش يعني مطروق قوي بالنسبه للناس، لكن انا شايفه المسار الاسرع على الاطلاق، اللي هو مسار لندن. ميزه الاف ار سي اوف او لندن في حاجتين. الحاجه الاولانيه انها مش بس بتدي جي ام سي ريجستريشن، ممكن كلهم طبعا الجلاسكو او ادنبرا او لندن كلهم بيدوا جي ام سي ريجستريشن، لكن الميزه الثانيه هي مطلوبه جدا جدا عشان حاجتين، عشان تدخل في تريننج جوب في اليو كي، وكمان مطلوبه طبعا ده مطلوبه جدا للناس اللي هيسافروا يو كي هيسافروا بريطانيا، هي مطلوبه عشان ترقي بيها كونسلتنت، مطلوبه كمان عشان تدخل في تريننج جوب. المسار ده انا شايفه اسرع كمان في حاجه ثانيه، ان هو كل الامتحانات اللي فيه ما فيهاش ويتنج ليست. لو هتكلم عن جلاسكو الامتحان الثالث موجود، بس هو فين الامتحان الثالث؟ فيه ويتنج ليست كبير، بمعنى ان هو في ناس كتير خلصت سكند اي سي او، ناس كتير خلصت سكند ام ار سي اس جلاسكو مستنيين الامتحان، ولما بنبعت لهم نسالهم لحد النهارده بيقولوا لنا، بيردوا علينا رد واحد كده، احنا لسه ما حددناش ميعاد الامتحان، والاولويه مش هتبقى للناس الجديده، الاولويه هتبقى للناس اللي تم تاجيلها من سنه 2020 اللي هي سنه الكوفيد. يعني خلينا اقول ان الامتحان لسه بيخلص، يعني بيسدد فواتيره القديمه كده، لسه في ناس بقالهم سنتين عايزين يدخلوا الامتحان ومش عارفين يدخلوا، فبالتالي الناس دي هيبقى ليها اولويه عشان تدخل الامتحان، بعد كده هيشوفوا ده ويلتفتوا للناس الجديده، فهيبقى في ضغط كبير جدا جدا على الامتحان. وان كان الامتحان في الوقت الحالي متاح اونلاين، فممكن بعدين لو البانديميك كانت الظروف كانت احسن شويه ممكن يعملوا الامتحان تاني، يبقى في سفر ويبقى في برضه تكلفه كبيره. امتحان لندن في ميزه دلوقتي ان هو بقى متاح كل خطواته في مصر. الفيرست ستيب اللي هي عباره عن تو بارتس، الجزء الاولاني اللي هو عباره عن نظري شبه امتحان الاي سي او بالظبط، في يعني اختلافات هتكلم عنها، والحاجه الثانيه اللي هي السكند بارت من الفيرست ستيب، يعني الخطوه الاولانيه فيها جزئين، الجزء الاولاني نظري الجزء الثاني عملي. الجزء العملي ده بيبقى فيه المفروض ان انا ببص على حالات بالريتينوسكوب، دلوقتي بقى فيه سيميليتر بدلا من الحالات، يعني بيبقى عدد اللجان 12 لجنه، بيبقى اغلبهم ريتينوسكوب، بيبقى فيه 3 لجان او لجنتين على الاقل بيبقوا فيهم حاجه اسمها المانيوال فوسيميتر او لينس ميتر، بيديني بيه نظاره وبيقول لي مقاس النظاره دي ايه، واحسب لي الاي بي دي واعمل لي كل حاجه تتعلق بالنظاره دي من خلال الجهاز ده. موجوده دلوقتي في مصر اللي هو الفيرست بارت والسكند بارت، طبعا محتاج تدريب كتير جدا على الموضوع ده. دي حاجه. الحاجه الثانيه او السكند بارت برده عباره عن جزئين، جزء نظري شبه الكلينيكال اي سي او، بيبقى فيه زي كيسز واسئله خاصه بالكلينيكال ساينسز، المفروض ان انا بجاوب على الاسئله دي، وهي شبه بشكل كبير يعني تشبه الى حد كبير الاسئله الخاصه بامتحان سكند او
كلينيكال اي سي او. وجزء تاني ما بيبقاش نظري بقى بيبقى عملي، بيبقى برضو شبه الجزء الخاص بجلاسكو. وكل الخطوات دي بقت متاحه في مصر، الاربع خطوات دول او الخطوتين اللي هو كل خطوه فيهم خطوتين اللي هم مجموعهم يعني اربع خطوات، الاربع خطوات دول بقوا متاحين دلوقتي في مصر. فطبعا دي ميزه كبيره جدا للامتحان ده. وفي ميزه تانية، الامتحان طول الوقت في مواعيد، يعني بمعنى ان انا لو خلصت اي ستيب دايما بقدمه بلاقي الستيب اللي بعدها متاحه. دي من ضمن المزايا الكبيره الخاصه بالامتحان ده. يبقى هو مسار سريع، في نفس الوقت هو مسار متاح، وفي نفس الوقت لا يتطلب عدد سنين الخبره اللي بيتطلبها امتحان جلاسكو. دي كلها مميزات موجوده في امتحان الاف ار سي او. طبعا الحاجه الكبيره كمان للناس اللي عايزه تسافر بريطانيا، ممكن يدخلنا في تريننج جوب، ممكن كمان يدينا ترقيه كونسلتنت بشكل سريع. نيجي للجزء الثاني بقى من الفيديو، هنذاكر الحاجات دي منين. يعني بمعنى ان انا دلوقتي لسه متخرج، او حتى خرج من زمان ومعايا حتى ماجستير، او ذاكرت قبل كده البوست جرادويت. الحقيقه لازم ابقى اكزام اورينتد، يعني لازم اركز كل امتحان المفروض ان هو عايز مني ايه، واذاكر على قد الامتحان ده، او اذاكر الحاجات اللي المفروض انها مطلوبه مني في الامتحان. عشان ابقى اكزام اورينتد لازم افهم مثلا في الاي سي او، فيرست اي سي او، الفيجوال ساينسز والاوبتكس المفروض ان انا اذاكرهم منين. والله الاوبتكس اغلب الناس بتذاكر من كتاب اسمه الكينجتون، وانا شايف ان هو كتاب كويس جدا. انا بفضل بس عليه كتاب امريكان اكاديمي، لانه بيبقى فيه كورليشن وربط كده ما بين الحاجات اللي احنا بنشوفها في الكلينيكال والحاجات اللي احنا بنعملها يعني في الكلينيكال، ما بين المعلومات اللي هي تعتبر سوليد. يعني كتاب، خلينا اقول ان كتاب الكينجتون، الفرق ما بين امريكان اكاديمي والكينجتون، الكينجتون كتاب فيزياء، امريكان اكاديمي كتاب طب. ده الفرق يعني ببساطه. تمام، انا بالنسبه لي انا ماي اون سورس، يعني السورس اللي انا بشتغل بيه هو باوربوينت، انا عامله من خلال سكرين شوتس من امريكان اكاديمي، وحاطط فيه الحاجات اللي هي ممكن تبقى مش موجوده في امريكان اكاديمي وموجوده في الاوبتكس، بحيث ان انا يعني اجمع ما بين الاثنين. والجزء الخاص بالاسئله الخاصه بالاوبتكس انا عندي فيه اكتر من كتاب. طبعا مش كافي ان انا اقعد اذاكر بس، لازم احل اسئله، اسئله الامتحانات السابقه، ده في المقدمه. طبعا لازم احل اسئله الامتحانات السابقه. في كتاب اسمه بهان، الكتاب ده المفروض انه فيه اسئله ستراكتشرد. يعني ايه ستراكتشرد؟ يعني بمعنى انها سؤال على مثلا انا خلصت الفيزيكال اوبتكس، ففي اسئله على الفيزيكال اوبتكس فقط. خلصت الجيومتريك اوبتكس اللي هي عباره عن كذا تشابتر، ففي اسئله على الجيومتريك اوبتكس فقط. خلصت مثلا انسترومنتس، في اسئله على الانسترومنتس فقط. ده بيخليني طول الوقت احل وانا بذاكر. طبعا دي من ضمن المميزات في الكتاب ده. طبعا في كتاب كمان اسمه تشوا، ده المفروض ان هو من الويب سايت الخاص بتشوا، اسمه تشوا بيج، موجود برده في صوره كتاب مطبوع. الكتاب ده برده هو ماشي ستراكتشرد وماشي بمحاذاه كده المعلومات اللي موجوده في كتاب الكينجتون. والحقيقه في كتب كتير، يعني في مثلا ارنولد برده، ده من ضمن الكتب اللي هي ممكن الناس تبقى بتحلها، لكن انا شايف ان هو تشوا بهان كافيين الى جانب مذاكره الكينجتون وحل اسئله الامتحانات السابقه ومذاكره امريكان اكاديمي. طبعا امريكان اكاديمي هنا اوبشنال، مش كل الناس بتذاكر امريكان اكاديمي، لكن انا برشحه يعني وبشتغل منه. ده كده الجزء الخاص بالاوبتكس. نيجي على الفيجوال ساينسز، الاناتومي فيه اكتر من كتاب. انا برشح احسنهم على الاطلاق هو كتاب اسمه كلينيكال اناتومي اند فيسيولوجي، لكن في ناس ممكن تذاكر من اصغر سورس اللي هو اوكسفورد سبيشاليتي تريننج، وانا عادي ما عنديش مشكله خالص من المذاكره من السورس ده اوكسفورد سبيشاليتي تريننج، بس بشرط ان هو يتذاكر كويس. ممكن الناس تذاكر اناتومي من سنيلز اللي هو ممكن يبقى اكبر كتير من اوكسفورد، ممكن ناس تذاكر من ذا اي اللي هو برده ممكن يبقى فيه انفورماتيف شويه، فيه معلومات اكتر شويه، وفي ناس ممكن تذاكر من امريكان اكاديمي برده، امريكان اكاديمي فيه الاناتومي اللي فيه مش كبير قوي، ممكن ناس تذاكر منه، وكمان الصور اللي فيه صور لطيفه. طب ايه السورس الخاص بيا؟ الحقيقه انا خدت اغلب المعلومات اللي موجوده في السورسز دي، بس مش كل المعلومات، المعلومات الخاصه بالامتحان اللي هي ممكن اتسال فيها ام سي كيو، بمعنى ان انا لميت الحاجات اللي موجوده في نيلز اناتومي في امريكان اكاديمي، في طبعا الكتاب الرائع جدا اللي انا برشحه في المقام الاول اللي هو اسمه كلينيكال اناتومي اند فيسيولوجي، وفي اوكسفورد سبيشاليتي تريننج وذا اي. كل السورسز دي انا خدتها طبعا الى جانب بعض السورسز اللي هي من جامعات مصريه زي كتاب دكتور محمد عمر، وخدت الحاجات دي كلها وجمعتها بحيث ان هو الناس تقدر تذاكر من السورس ده بشكل مباشر. والحقيقه برده لازم وانا بذاكر احل، بمعنى ان هو ممكن للناس تشوف انه انا ممكن احل من غير ما اذاكر، وبعض الناس تقول لا انا ممكن اذاكر من غير ما احل، لكن انا شايف ان هو الافضل ان انا اي حاجه بذاكرها المفروض ان انا احل عليها اسئله. ذاكرت مثلا النهارده اكسترا اوكولار ماسلز، المفروض ان انا احل اسئله على الاكسترا اوكولار ماسلز. والحقيقه انا جايب الحاجات دي يعني في السورسز والمذكرات الخاصه بيا اللي هي بالمناسبه متاحه فور فري، اي حد ممكن يطلبها. انا حاطط على كل موضوع حاطط الاسئله الخاصه بيه، يعني بمعنى ان انا مثلا اتكلمت عن اناتومي اوف ذا اكسترا اوكولار ماسلز، ففي اسئله على اناتومي اوف ذا اكسترا اوكولار ماسلز. اتكلمت مثلا عن اناتومي اوف ذا سكليرا، في اسئله على السكليرا، وهكذا. ده كده الجزء الخاص بالاناتومي. طبعا انا حاطط الاسئله دي من ويب سايت اي دوكس، وحاطط كمان اسئله جون فيرس، دول انا شايفهم مناسبين جدا جدا ومور ذان انف، اكتر من كافيين عشان الناس تنجح في الامتحان. يعني الناس لو ذاكرت النوتس دي او ذاكرت من اي سورس من السورسز اللي انا اتكلمت عنها وحلت الاسئله اللي انا قلت عليها دي، ده في حد ذاته كفيل بالنجاح. طبعا الى جانب حل اسئله الامتحانات السابقه اللي هي هتبقى بالنسبه لي حاجه تعتبر ثابته في كل يعني في كل الحاجات اللي فاتت. ده كده الجزء الاولاني يعني اللي هو الاناتومي. عندي الجزء الثاني اللي هو الفسيولوجي، انا معتمد في الفسيولوجي اعتماد شبه كلي على الباوربوينت الخاص بدكتور محمد
ممدوح الكفراوي، وهو انا شايف ان هو برضو من ضمن الحاجات اللي هي مور ذان انف، لكن معدل فيه شويه حاجات يعني حذف سلايدز ممكن تبقى مكرره، ممكن تبقى زياده، ممكن تبقى مش مهمه، ممكن ما تبقاش اكزام اورينتد قوي، وحاطط حاجات تانية ممكن تبقى موجوده مثلا في كتب تانية زي اوكسفورد سبيشاليتي تريننج، او مثلا حاجه زي الالكتروفيسيولوجي انا واخد بعض المعلومات من كانسكي وده كتاب كلينيكال، بس يعني خلينا اقول ان هو ده كان مناسب شويه عشان الامتحان ده او عشان الموضوع ده تحديدا. بالنسبه لحل اسئله الفيسيولوجي او اسئله الام سي كيو، فطبعا اهم سورس هو حل اسئله الامتحانات السابقه، وفي كمان كتاب اللي هو 400 جمله زي ما انتم شايفينه. الكتاب ده المفروض ان هو اسئله الفيسيولوجي فيه الى حد ما اكزام اورينتد، وتحديدا كمان الكتاب ده بيبقى يعني مخصص اكتر للناس اللي داخلين امتحان لندن، امتحان اف ار سي اوفس. طيب ده بالنسبه للفيسيولوجي. بالنسبه للجينيتكس بيعتمد على اوكورد سبيشاليتي تريننج وامريكان اكاديمي، وممكن كمان ذا اي، يعني اي سورس منهم، لكن انا شايف ان اوكسفورد هو اصغرهم وهو اللي ممكن الناس تذاكره. انا شايف ان هو ممكن يعني الى حد ما يبقى كافي، يعني الناس تقدر تذاكر من اوكسفورد او الناس تقدر تذاكر من السورس الخاص بيا اللي هو برده متاح، اللي انا واخد فيه الخلاصه اللي هي موجوده في الثلاث كتب دول، وحاطط برده في نفس الاسئله الخاصه باي دوكس على كل موضوع. كذلك برده الفارما هو نفس الكلام، اوكسفورد سبيشاليتي تريننج زائد امريكان اكاديمي، ده برده انا شايف ان هو السورس الالطف والاهم. بالنسبه للمايكروبيولوجي والباثولوجي، المايكروبيولوجي هو برده اوكسفورد سبيشاليتي تريننج الون لوحده كافي جدا جدا مع اسئله اي دوكس، انا شايف ان هو مور ذان انف. والسورس او البرانش الاخير اللي هو الباثولوجي، الحقيقه الباثولوجي كم كبير جدا جدا، عليه درجات قليله جدا في الامتحان، يعني عليه على الباثولوجي الايمونولوجي الاثنين مع بعض عليهم حوالي 9 درجات مثلا في الامتحان، وهو سورس كبير جدا جدا عشان اذاكر. انا بكتفي بالجزء اللي موجود في اوكسفورد سبيشاليتي تريننج حوالي مثلا 5-6 صفحات او يعني 10 صفحات بالكثير، دول انا بذاكرهم بشكل كويس، ممكن يجي منهم شويه اسئله في الامتحان، بحيث ان انا ما اضيعش وقت كبير جدا جدا في برانش كبير زي الباثولوجي، في نفس الوقت هو مش عليه درجات كتير. طبعا مع حل اسئله الامتحانات السابقه ده لا غنى عنه بكل البرانشز. طيب الجزء الخاص بالابيديميولوجي والستاتستكس، الحقيقه انا ما بشرحوش في الكورس عندي، بس يعني ممكن الناس تبقى بتذاكره، وهقول لكم على السورسز الخاصه بيه، بس يعني خلينا اقول ان ده مش مهم برده، عليه درجتين ثلاثه في الامتحان، فمش من ضمن الحاجات اللي الناس ممكن تضيع فيها وقت كبير. برده حل اسئله الامتحانات السابقه ده من ضمن الحاجات اللي ممكن تبقى كافيه في برانش صغير زي ده. ده كده الجزء الخاص بالسورسز الخاصه بمذاكره الاي سي او، اللي هي زيها فيرست الاف ار سي اس كلاسكو، يعني ده فيرست اي سي او زيه زي فيرست اف ار سي اس كلاسكو. في كمان سورس او في كمان امتحان ثالث اللي هو الاف ار سي اوفس اللي هو الخاص بلندن، لا ده بقى فيه اختلاف، بمعنى ان هو انا بذاكر نفس الحاجات دي بالظبط، بس بذاكر كمان زياده عليها ايه، بذاكر زياده عليها ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه بذاكر الباثولوجي كامل، لانه بيبقى عليه درجات كتير، ممكن 20 درجه من اصل 180 درجه في الامتحان، فطبعا ده من ضمن الحاجات اللي ممكن تسقط حد في الامتحان. الحاجه الثانيه انا بذاكر انفستيجيشنز، والانفستيجيشنز هنا ممكن تبقى انفستيجيشنز جنرال زي الراديولوجي مثلا، بس الراديولوجي خاص بينا، يعني مثلا نيورو اوفثالمولوجي حاجات كده، او نيورولوجي مثلا صوره سي تي صوره ام ار اي، انا بذاكر الحاجات دي. بذاكر كمان انفستيجيشنز خاصه بينا زي الفلوريسين انجيوجرافي، لما بتجيلي صوره فلوريسين مثلا يقول لي دي علامه ايه مثلا، تمام دي علامه ليكج مثلا، دي علامه اسكيميا وهكذا. بذاكر كمان معاها غير الانفستيجيشنز، ممكن اذاكر او يفضل ان انا اذاكر الاستاتستكس والابيديميولوجي بشكل اكثر تفصيلا من كده، لانه برده ممكن يجي عليه درجات كتير، ممكن يبقى حوالي 20 درجه مثلا خاصين بالموضوع ده. وطبعا برده في اهتمام بالجينيتكس، يعني الاربع حاجات دول بذاكرهم بضمير شويه، انفستيجيشنز دي بذاكرها من اول وجديد، وتحديدا مش الانفستيجيشنز بشكل عام يعني، بس ترجمه التستات، يعني بمعنى ترجمه الاو سي تي، انتربريتيشن اوف او سي تي، انتربريتيشن اوف فلوريسين، الحاجات حتى الخاصه بالحول زي المادوكس رود او الهيس سكرين، الحاجات دي كلها انا لازم ابقى عارف ازاي لما ببص على حاجه زي دي بعرف. ودي بالمناسبه صعوبه امتحان لندن، يعني امتحان لندن هو انا زي ما قلت المميزات بتاعته، لا ده امتحان سهل، او يعني سهل ان انت تدخله وسهل ان انت تمشي فيه، لو انت ماشي فيه بشكل سريع ممكن تخلص الزماله كلها في سنه ونص ولا سنتين بالكتير، لكن عيبه ان هو امتحان صعب، يعني في حاجات ثانيه المفروض ان انا بذاكرها كفيرست، لا انا مش بس بذاكر الحاجات الاي سي او اللي انا قاعد عمال اقول لكم السورسز بتاعتها دي، لا انا بذاكر كمان زياده عليها باثولوجي، بذاكر زياده عليها كمان انتربريتيشن اوف انفستيجيشنز، بذاكر كمان ستاتستكس واكيديميولوجي، دول الحاجات اللي المفروض ان انا بذاكرهم زياده شويه عن مذاكره الاي سي او. وطبعا الكتاب اللي يعتبر مهم جدا لحل الاسئله الخاصه بالامتحان ده هو كتاب ال 400 جمله. طيب ده كده الجزء الخاص بالفيرست. نيجي على الجزء الثاني بقى اللي هو الكلينيكال ساينسز، المفروض اني بذاكر الكلينيكال ساينسز من ايه؟ يعني اغلب الناس تواطأت واتفقت يعني على ان هو احنا بنذاكر من كانسكي، هو ده الكتاب اللي اغلب الناس بتذاكر منه. الحقيقه انا يعني ممكن برضو يبقى ليا راي مختلف شويه، يعني ممكن نذاكر من امريكان اكاديمي، يعني امريكان اكاديمي انا شايف ان هو يتفوق على كانسكي في سرده للمعلومه، كانسكي ممكن عشان اذاكره كويس لازم احفظ كل كلمه فيه، امريكان اكاديمي الحقيقه هو بيعيد المعلومه اكتر من مره، بيقولها في اكتر من جزء وبيقولها كتير وبيأكد عليها اكتر من مره، فبالتالي المعلومه بتبقى بالنسبه للناس اعمق شويه واثبت. خلينا اقول
نوكانسكي، كتاب رائع جدا جدا ممكن الناس تتفرج فيه على او تتفرج من خلاله على الصور. الصور اللي في كانسكي هي احسن صور موجوده لحد دلوقتي في كل كتب الاوفثالمولوجي. لكن خلينا اقول ان امريكان اكاديمي بيتفوق على كانسكي في سرده للمعلومه وفي طريقه عرضه للمعلومه. انا بالنسبه لي انا بعتمد على ايه او ايه الحاجه اللي بالنسبه لي ممكن تبقى انسب؟ باخد سكرين شوتس من امريكان اكاديمي، وبرده كذلك المفروض اني باخد صور من كانسكي. في بعض الموضوعات انا باخدها كامله من كانسكي، بشوفها مكتوبه في كانسكي احسن شويه او اسهل شويه من كتابتها في امريكان اكاديمي بدون اخلال في القدر الكافي من المعلومات. وبرده زي ما كنت بتكلم عن الفيرست، المفروض اني بحل وانا بذاكر. يعني بمعنى انا ذاكرت مثلا وليكن موضوع معين في نيورو اوفثالمولوجي، مثلا وليكن نقول موتيليتي ديس اوردرز مثلا، المفروض ان انا احل اسئله على الموتيليتي ديس اوردرز. اتكلمت مثلا وليكن عن موضوع زي الهيديك، الصداع، مايجرين والحاجات دي، المفروض اني بحل اسئله مباشره على موضوع الهيديك وهكذا. ده كده الجزء الخاص بالمفروض اني بذاكر ازاي او المفروض اني بذاكر منين. طبعا ايه اهم سورس لحل الاسئله؟ انا شايف ان ايدوكس، ويب سايت ايدوكس ده انا شايفه دلوقتي هو اهم سورس لحل الاسئله. في كتب زي كينيث رايت وماساتشوستس، كتب ممتازه جدا وجميله، لكن انا شايف ان ايدوكس حاطط نفس الافكار اللي هي موجوده في كينيث رايت وماساتشوستس بس مكررها اكتر من مره. بمعنى ان هو ممكن مثلا على النيورو الاقي 400 سؤال. طب هو 400 سؤال دول هل هم كل الاسئله جديده؟ لا، تقريبا 400 سؤال دول هم اصلا 150 سؤال، وكل فكره بتيجي 3 مرات. فبالتالي ده بيخليني طول الوقت عمال بكرر المعلومات، فبالتالي طول الوقت المعلومات بتثبت بالنسبه لي. بعد ما بخلص اسئله ايدوكس بحس بفرق كبير في المستوى، بحس ان مستواي بقى اعلى كتير في الجزء الخاص بالجزئيه دي او الجزء الخاص بالبرانش ده. طيب انا بالنسبه لي بعتمد على ايه؟ زي ما قلت انا بعتمد على امريكان اكاديمي وكانسكي الاثنين مع بعض، وبحط اسئله ايدوكس بشكل ستراكتشرد. يعني بمعنى ان انا خدت درس مثلا على وليكن اوبن انجل جلوكوما، فالمفروض ان هو حاطط اسئله على البرايمري اوبن انجل جلوكوما وهكذا. خدت درس مثلا وليكن بيتكلم عن الاسترابيزموس مثلا في الاطفال، او اللي هو بقول عليه يكون جينيتال ايزوتروبيا مثلا، فبحط اسئله على الايزوتروبيا وهكذا. ده كده الطريقه اللي انا شغال بيها واللي انا شايف انها افضل. طب برضو امريكان اكاديمي هو سورس كبير، هل المفروض اننا بنذاكره كله؟ الحقيقه لا، انا يعني برقي الحاجات اللي هي ممكن تبقى اكزام اورينتد. في موضوعات ممكن ما تكونش ليها علاقه بينا قوي، يعني موضوعات مرتبطه اكتر بالجنرال ميديسن، موضوعات مرتبطه اكتر برضو بالراديولوجي، تفاصيل فيها كتير، تفاصيل فيها تقيله، الحاجات دي مش مطالبين بيها قوي. فانا باخد الحاجات اللي هي ممكن تبقى ريليفنت لينا، ممكن تبقى مهمه في الامتحان، ممكن اتسال فيها ام سي كيو، وبحطها في الباوربوينت الخاص بيا. برضو الحاجات دي متاحه لو حد حابب ان هو يطلبها، مفيش مشكله. ده كده اللي هو السورسز الخاصه بالمذاكره. طبعا في ويب سايت تاني اسمه اوفثو كويشنز، برضو لو في ناس حابه تشترك فيه مفيش مشكله، لكن خلينا اقول ان هو يعني مش اكزام اورينتد، او الاسئله اللي فيه ممكن تبقى صعبه شويه على الامتحان. لكن لو في حد خلص طبعا كل السورسز دي يعني اهلا وسهلا، يقدر يحل اوفثو كويشنز لو هو عنده وقت. ده كده الجزء الخاص بالكلينيكال طبعا، الى جانب حل اسئله الامتحانات السابقه. وهنا مفيش اختلاف قوي ما بين كلينيكال اي سي او، كلينيكال جلاسكو، كلينيكال لندن، كلهم زي بعض تقريبا، نفس المذاكره بالظبط. نيجي على الجزء الثالث اللي هو الجزء الخاص بالفايفا والجزء الخاص بالاوسكي. طبعا الاوسكي بيتطلب حاجتين، يعني هو بيتطلب اصلا مهاره كده كده في الاكزامينيشنز، لانه كده كده انا لازم ابص ولازم ابقى عارف ببص ازاي. وطبعا ده بافتراض يعني الامتحان هيتعمل تاني، وده وارد جدا يتعمل تاني بشكله القديم اللي هو لجان مش اونلاين. الحاجه الثانيه لازم ابقى بشوف الصور كويس، يعني لو حد مثلا جايب لي صوره وليكن فيها بريفرال ulcerative keratitis مثلا، لازم ابقى عارف ان دي حاله فيها باك بريفرال ulcerative keratitis او مارجنال keratitis، لازم ابقى واخد بالي وابقى عارف كويس انا ببص على ايه. والحقيقه في كتاب اللي هو كانسكي الخاص بالساينز، ده كتاب لطيف جدا جدا، ممكن اتفرج بيه على عدد مهول جدا من الصور واقدر اعمل differential diagnosis لكل صوره بشوفها، وده هيبقى بالنسبه لي مفيد جدا لامتحان الاوسكي. ده بالنسبه لامتحان الاوسكي. طب الامتحان الثاني او الجزء الثاني من الامتحان اللي هو خاص بالفايفا، طبعا عشان اي حد يدخل امتحان اورال ويبقى يعني يقدر يبقى يجاوب على كل الاسئله لازم يبقى مذاكر كويس. فطبعا لازم هنرجع تاني لنفس الكتب اللي احنا كنا لسه قايلينها في الكلينيكال ساينسز، هنذاكرها بس هنا هنذاكرها بغرض امتحان الشفوي مش بغرض امتحان ام سي كيو. بمعنى ان انا هذاكر الستاديز كويس جدا، هذاكر الجايد لاينز كويس جدا، هركز على الحاجات دي، الحاجات اللي هي المفروض انها ممكن اتسال فيها في الشفوي. في طبعا كتاب اللي هو وونج، ده طبعا كتاب لطيف جدا جدا، بيجمع ديفرنشال دايجنوستس بشكل كويس. وفي كتاب كمان اسمه ويلز اي مانوال، الكتاب ده برضو لطيف جدا جدا، من ضمن الكتب اللي هي فيها احسن، يعني من احسن الكتب اللي هي فيها طريقه المانجمنت بتاعت كل حاجه، وده طبعا مهم جدا جدا في امتحان الفايفا او امتحان الاورال. طبعا في لجنه بطنه كده كده المفروض انها بذاكر فيها موضوعات محدده، الموضوعات دي خاصه
والإمرجنسي ميديسن. ده كده الجزء الخاص بالامتحان الثالث أو امتحان ثيرد جلاسكو، واللي هو برضو شبه الامتحان الخطوة الأخيرة يعني من امتحان لندن. بالنسبة لي بقى هتسألوني في الآخر خالص، طب حضرتك يعني بترشح إيه؟ يعني أنت قلت لنا كل حاجة، قلت لنا هنذاكر منين، طب هترشح إيه في الآخر خالص؟ في الآخر خالص أنا بقول لو في حد لسه بيبدأ المسار من الأول يبدأ لندن، هيذاكر كتير شوية، هيتعذب كتير شوية في مذاكرة الباثولوجي اللي هي هتبقى بالنسبة له يعني دخلة تقيلة شوية، هيذاكر باثولوجي تقيل، هيذاكر كذلك statistics. يعني خلينا أقول الحاجات دي في الأندر جرادويت إحنا ما كناش بنذاكرها كتير أو ما كناش بنذاكرها كويس، الباثولوجي هيذاكره كويس، الانفستيجيشنز هيذاكرها كويس، وكذلك برضو الستاتستكس هيذاكرها كويس، ودي حاجات تقيلة شوية. بس في نفس الوقت هو هيبقى بياخد الشهادة الأهم والشهادة اللي هي هتخليه ماشي ستيب باي ستيب بشكل سريع. ده بالنسبة لو واحد لسه بيبدأ المسار من أوله. طيب لو واحد معاه ستيبس أصلاً من الاي سي او ومعاه ستيبس من جلاسكو، أنا بنصحه إن هو يكملها بحيث إن هو يكمل الطريق اللي هو بدأه من الأول. لكن لو في حد بيبدأ من الأول أنا بنصح إن هو يبدأ بزمالة لندن مباشرة، هيبذل مجهود زيادة شوية لكن طبعاً هو مجهود محسوب، هيعلي من مستواه وفي نفس الوقت هيخليه يخلص بسرعة ويعمل جي ام سي ريجستريشن ويدور كمان وممكن يوصل لتريننج جوب بشكل اسهل كتير من المسارات التانية. ده كده يعني دي نصيحتي لو حد بيبدا من الاول. طب في حد مثلا خلص سكند الاي سي او خلاص يبقى هو مستني عشان امتحان الاف ار سي اس. يعني انا ما بنصحش الناس تدخل امتحان الادفانس، على الرغم ان انا بشرح الكلام ده، بس انا ما بنصحش الناس تدخل امتحان الادفانس لانه ما بقاش له قيمه قوي دلوقتي، لكن الناس تتجه مباشره للامتحان الثالث اللي هو يديها الشهاده الكبيره. طب في واحد معاه فيرست اي سي او، عنده تو اوبشنز، يا اما يدخل سكند اي سي او يا اما يدخل سكند ام ار سي اس جلاسكو او سكند جلاسكو يعني اللي هو يدي له ام ار سي اس. انا بشوف ان هو لو قادر ان هو يدخل ام ار سي اس، لو هو واثق من مستواه، واثق ان هو يقدر يعدي امتحان الام ار سي اس او اللي هو سكند جلاسكو، يدخل سكند جلاسكو على اساس ان هو الام ار سي اس شهاده تبقى شهاده كويسه ممكن يرقي بها اخصائي هنا في مصر، لو هو مش معاه ماجستير ممكن يفتح بها عياده، فالدنيا ممكن تبقى احسن شويه. دي نصيحتي باختصار، المسارات يا اما اي سي او فيرست وسكند، انا مش عايز الثيرد، مش عايز الادفانس في حاجه، انا عايز الفيجوال والكلينيكال ساينسز والاوبتكس، الثلاثه دول انا عايزهم. بالنسبه لجلاسكو برده فيرست وسكند وثيرد، فيرست وسكند ممكن يتعادلوا بسهوله جدا من الاي سي او، لو حد قادر ان هو يدخل سكند جلاسكو يدخل سكند جلاسكو بدلا من سكند اي سي او لانه بيدي ميزه اضافيه. لكن بنبه لان الامتحان ده الاسئله اللي فيه مش مكرره، مش دايما مكرره، وبنبه كمان لان الوقت فيه ممكن يبقى خاين جدا، الوقت فيه قليل جدا. طيب لو في حد بيبدا من الاول بعيد وزيد تاني في ان هو يدخل في مسار لندن من الاول. دي خلاصه الفيديو، خلاصه الكلام اللي انا عايز اقوله عن الامتحانات دي. خلينا اقول لزمايلنا يعني الصغيرين اللي هم لسه بيبداوا الزماله المصريه، الزماله المصريه من ضمن الشهادات الكويسه جدا في الدول العربيه، وبما انك بتذاكر زماله مصريه يعني انا شايف ان هو الافضل انك تذاكر معاها كمان زماله بريطانيه، بحيث ان هو تقوي من السي في بتاعك جدا لما تسافر بره، وبحيث كمان الموضوع ممكن يفتح لك افاق تانية ودول تانية ممكن تبقى عايز تسافر ليها وممكن تبقى عايز تشتغل فيها، لو حبيت انك ما تشتغلش في الدول العربيه او لو حبيت انك تشتغل في الدول دي بعد ما تشتغل في الدول العربيه. اتمنى يعني اكون غطيت كل حاجه وقلت كل حاجه انتوا بتسالوني عنها، ولو في حد محتاج اي حاجه سواء السورسز اللي انا اتكلمت عنها الخاصه بي انا او السورسز الثانيه اللي هي مش خاصه بي اللي هي موجوده، هي متاحه على تليجرام، او اذا كان حد حابب يسالني او يستفسر على اي حاجه من ضمن المسارات دي، ازاي مثلا يمشي من كذا لكذا، ازاي يذاكر الحاجه المعينه، يعني لا تترددوا في انكم تسالوني. شكرا لكم كلكم.